صنعاء تحذر السعودية: اليمن بات أقوى وأصب والأيادي الطامعة ستقطع إذا حدث هذا الشيء. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد قيادي في حركة أنصار الله عبثية محاولات السعودية تقديم نفسها وصية على اليمن من خلال استحواذها على ثروات الشعب اليمني والتبجح بتقديم لفتات منها للموالين لها. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي في تدوينة على تويتر صدها محرر: يتبجح النظام السعودي بالهبات والودائع المالية لبنك عدن ويمارس الوصاية والولاية المطلقة على جلوازته وملتزقته وأتباع اللجنة الخاصة. وأضاف أن تبجح النظام السعودي في الوقت الذي ينهب ثروات اليمن من النفط والغاز والموارد الأخرى من الثروات الوطنية وتحويل عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي ويشرف على ذلك سفيره المشؤوم الجابر، وتابع: هكذا تريد السعودية أن تكون في موقع الوصي لليمن وتسعى عبثا لتثبيت ذلك الواقع غير مدركة أن الوضع تغير مع تغير الأحداث والمواقف، مؤكدا أن اليمن بات أقوى وأصلب والأيادي الاستعمارية العبثة والطامعة ستقطع وتدفن مشاريعهم الاستعمارية.